فيه عنا ديني جانا الليلة نظمسي بهلول وماتوا أحكيت ضحايا وجايحة عزيزي اليابان وقالولنا أو كما تنساوش بجيبوا كاني تشيك. يعجبني الواعز الإنسان اللي عندك يا سي إسماعيل. ربي يكثر منه الناس. سيفي أنا ماكم تعرفوني قلبي هيف ونحل هكا المآسي وألام أخي الإنسان. أي سي نخلص 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 مش بدلوا سيرفيس. مع شكون مش بدلوا سيرفيس؟ انت السيرفر الوحيد في النادي هذا. مش بدل مع روح مش تقلبوني تشقلب وبدل روحي بروح تدبر فينا. أي سيدي خلصونا سي. باهي سيدي هاي تفضل سي بوطبيلة. هاك باهي يا سيدي هذا نتاع المشروب والبروبوار وين؟ شنو شنو البروبوار سيدي؟ عليك السيرفيس الهايل. ايش انا سي حقرني تكلي عرقي على خاطر زوالي؟ والله ندعيك لسيدي المعارض. اه سيدي المعارض اهو قدامك هذا يا بوشلاغيم اعطي هاله لا تقرا لا تكتب من مدرسه محو الاميه. يا سيدي المعارض شو هذا شو هذا يا اخي سمعتوه يدعي بيا؟ شنو سي اسماعيل يا اخي تمن بيهم الخرافات؟ اخويا اني نمن شايل لا يا ابو لا الا وعاقد النيه. ايش ايش اخويا هواه البربوار. ايوه تو انت منعت روحك في الدقيقه الاخيره دقيقه 90. اي سيدي القف في روحك القف في روحك نسي. هاي باهي سيدي ها باش نلقف روحي ونمشي نروح. هيا سي سي ما عادش فيها تو. السلام عليكم. وعليكم السلام سي اسماعيل بوريقه. اي اسمح لي. تفضل سي. بارك الله فيك يوسف لملوم عادل منافع. سيدي بموجب الحكم الاستعجالي عدد 25689 صادر على المحكمة الابتدائية بتونس تمت عقلة تحفظية على جميع حساباتك البنكية وكان مترشمانة تصحنا على الإعلام يا سي إسماعيل. أنا جيني راي دعوة سيدي المعارض تمشي طول إكسبريس مندمينيت. ماما فريدة راني خارجة. وين على خير؟ نروح عند الحجة ما نقد شعري وبعد نروح نشري إنغا باسكو اليوم عندي سهرية مع إسماعيل. يكذب عليك اللي قالك الليلة عندنا سهرية هوني في الدار عيد زواجنا أنا وسلامين. ماما فريدة لاباس سي أمين تاعك مات نو؟ إيش بيه مات؟ نحقروه ما عادش نحتفلوا معاه. علاش ما تروحيش تحتفلي وراه هو ماشي خير؟ تدعي عليا بالموت؟ ما قصدش قلت تروحي تزوريه هذا مكان وتشربي دواك وتروحي ترقدي ماما فريدة. اللطف اللطف شو تحب نكد نبدل سهرية زهو وتربو ونمشي للجبينة. إيه ما لا قعدي سهري وحدك علش لا أنا اليوم راح نسهر مع إسماعيل. أوكي ها إسماعيل جي. أش بيكم زادة ما لباس؟ للا مرتك وقلها الليلة عيد ميلاد زواجنا تقولي خارجة نسهر. والله يا ناسية كي جي تشوف حتى سهية في الدار ما عندك فيها ما تقول. وش قولك انت في الدفء العائلي؟ فهمها بربي فهمها. اسماعيل شوف قولولي اليوم الطهارة تاع السي امين تاعكم راني خارجة خارجة سينو راح نطنطق روحي عندي ست شهور ما خرجت. اسماعيل شي غير الكارتة. كارتة وش تعمل بيها كارتة؟ شي غي اعطيني الكارتة ولا نطنطق روحي؟ لا 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 نطنطق روحك لحد شيء تفضل غاول. هاي للكارتة اما تحمس ويتك وأضله. الحمد لله بوك مات وما راح النهار اللي مرتك تقود فيك. لا 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 ما تخافش يا عمي ما عندها وين توصل. نوري يا نوري. أنا عم أنا عم هنجي. نوري لا لا تخرج تقضي نحب الليلة عشاء معتبر وما تنسيش تاخذ لي الحلو من عند مدام تيجا كالعادة 200 دينار يكفيوك. يا امي 200 دينار تي ريزون هما شويه مش باش نعمل لكم انا تو نشوف كيفاش ندبر راسي. وانت تمشي للبنكه تجبد لي طرف فلوس ما عاد عندي حتى فرانك انا. علاش يا امي هذا كل علاش حتى كجيب حق عيد ميلاد عزك اليوم عاد انت باش تعلمني؟ انا عرست على ابوك نهار 22 ديسمبر. هكا نهار 22 ديسمبر وانا لابس هكا ليش نعمل لك انت ماكنتك السخانه. اوه اوه اوه
شنو هي هالزلزله اللي تكركر فيها؟ اه وي سي اسماعيل باش نبعثهم مع ضاول الغسيل. شو شو الحوايج هذوما كل هزينهم من غساله؟ والله انت منبهه علي حوايجك ما يتغسلوش بالماكينه. ها مال حوايج كلها محرير وسيني وانا مستكثر عليا عشاب ما تندينا. اسمع حليمه حكايه فارغه، هزلك سوي معك الغساله وقولوا لها كي العاده تقيد الفلوس والبقيه خصوهم في الدار. اما على شات باليد. اي بعد عزك ودلالك يا حليمه باش تولي بون. اسمع سي اسماعيل، يظهر لي فيك نسيت، انا جيت لهنا جوفرنور فرمليه ولا هي بلا فريده وكا هاو. ما تعرفش كيفاش. هيا معايا ادهن لي لحمي بشويه زيت وعود قرنف. سي اسماعيل حوايجك تحبهم طليه ولا زوز؟ حبيبي ارغم ارغم بوس بوس زلمه يزعل يزعل نسميك. حبيبي ارغم ارغم بوس بوس زلمه يزعل يزعل نسميك. حبيبي ارغم ارغم بوس بوس زلمه يزعل يزعل. يا اخي شنو هذا؟ ناف ولا فرشية كروات؟ فرشية كروات؟ نسرون النام هذاك الغدوة نكون نتاعي مش نابط بالفدار نشري الكاكي والبنان ونمشي نلعب مع القرودة. عندي نجمع بطل يتعلي مرام عميو علي بالوحد. هيك هاو تقعد تلعب القرودة بعد قولي شبيني ما عرستش. شوفني يعني فرنك الربي ما نصرفوش البرة. شارب لابس ميكي راقد. برا برا. حبيبي يا رم بوسي بوسي بوسي. يا سينوري سلوال فروزان هذاك اش يهمك فيه؟ باش نخرج بيتهم بعد الشهر نرجع للشريطه. شنيا اش يهمني فيه؟ لا باش يش سلوال على روحك ودي. بلا بلا دبر على روحك. مالك باش تحبني نلب فلوس انا؟ انا عندي بروجي حياتي مانيش كيفك مدك وضايع. ضايع برا برا العب برا برا عاد انا عندي بروجي في حياتي. انت ما عندك الا قروده في حياتك. اي نتن قروده سينوري. نعم نيجي والله اني جبتني فكره مش من الرواح. شنو رايك نقول للكوزان نشري لي قريب من صغير نحطو في قفص ونحطو في جنينه ونجيو صغار نخص ويتفرج نخص ويتفرج نخص ويتفرج من بعد نجمع الفلوس ندوك الكل ونعرس بيه ونسقوا له. اي تو تقول له وتو يشري لك هو. علاش ما نقولوش محسوب خايف منه انا عادي في بلادي. حبيبي يا رب بص نزعل نص تو اي هذا مكساوي سي اسماعيل تمشي تهزهم البريستينغ. يدم الكل ياش قعدوا يلبس مالك؟ ياك هوا نقعد كل مره نبعثك مره واحده ونرتاح شهرين كاملين. شوف تستنى الحوايج يحضروا وتجيبهم وتقولها الفلوس كي العاده. باهي باهي نحطهم ونكمل الفرقه ومن بعد نمشي. حبيبي ارغم بص 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 هيا كملتش انت خليني نندب على ظهري الاحرف. ريت يا علومه ريت قلت لك خذ حبيبي. كمل على مرمتي انت ناخذك اش نعمل بيك؟ شنيا اش تعمل بيك؟ يا قل حاجه نغسل لك الحوايج. هم اهون من هم. شد هذا انت شنو هذا؟ ماشي يا ولدي نهج الجرات نتاعك. اش بيمشي هكا هيك؟ الو استاذ محمود شنو احوالك يا مات شنو احوالك؟ تي وينك وينك وينك؟ اهلا قسطوله خير بنقص كلمه. شكون مازال اخر؟ ايوا مازال هذايا لو كان ما قبلنيش نمشي ندق على باب الحبس بيدي خير. الو عقل صوتي حتى هذا ولا مناظر زادا. شكون مازال؟ شكون 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 هكا هو بقى كان سي سعسوكي. الو استاذ شهاب نجم قابلك اليوم؟ اسماعيل بويقة معاك. يا حليمة. نعم جاوا شي حوايج من عند غسالة. يا كوزان هاو جاي ضوطة وقلبك بلاي. نسألك سؤال مش معناها واحدة تقولك هي بلاد صغيرة والخبرة تناطر توا وقت شنشينات
نسأل على حوايجي جاوش من عند الغسالة. ما هو المرأة اللي تخدم في الغسالة رجعت لها باش نجيبهم، ما حبيتش، قالت لي كان كي تخلصوا القديم والجديد، وقالت لي يقول سي اسماعيل بوريقة البلاد صغيرة والخبر تناطق. مش معناها حتى انا حبيت نعرف وش معناها. شبيهك الحاجة ما عملت لك شعرك؟ الحجامه كانت تمشط لي رايضة بيا يا اخي، جاها التليفون هزتني وحطتني، راحت تمشط الشعر لوحده اخرى، زدت شويه وانا نسنا فيها يا اخي، هضرت معها بكل تربيه قلت لها يا بقره وش بك حقرتيني، قالت لي برا سقسي راجلك العزيز، قولي له البلاد صغيره والخبر فيها. وش معناها؟ هي بالحق اش معناها توك تو؟ وين نعرف عليها اش معناها؟ انا وين نعرف عليها اش معناها؟ ما انا بطلت السهريه حاجه ما بطل مسيو. اوكي ماشيه ماشيه وماشيه هكا اشتغل كي نعرف نمشي شطر مش لولا. ماشية ماشية. أوكي حليمة معايا البيت كملي لي شعرك. أيواش اش فما آخر في هالدار هذه؟ أنا ما عملتوش ترى بالله، شوفوا رواحكم شكون عنده زرفة توجع فيه خنقلة حيل. شنية فوضى هذه؟ شنية الفوضى هذه؟ يا كوزان كوزان بالله سامحني، نحب نحكي معاك في موضوع مصيري. مصيرك اش بيه سيدي مصيرك؟ أنا نسمع فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحبك تعطيني 500 دينار باش نشري قرد. قرد؟ واش باش تعمل بيه قرد؟ مال سؤال مال سؤال، ما باش نعرس. يا ودي شو مدخل العرس والقرد؟ راك باش تهبلني يا كوزان، حل مخك وفهمني. ماو كي نشري القرد نحطه في قفص، نقفص نحطه في الجنينه، نجيو الصغار نفرجوا فيه ندفع الفلوس، بعد انا نجمع الفلوس هذيك الكل نكون روحي ونعرس. نفهم توا؟ هاي لا فهمتي فهمت فهمت فهمتك. واحنا كي نعكسوا الايه، نشينك انا القفص ونحطك فيه ونجيب الصغيرات ويحجروك. اخرج علي، اخرج اخرج. لا حرام عليك كوزان، نار اخر المتعازب ربي يحاسبك. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. ما قيت على شكون توصي قبل ما تموت. قال لك قروده نقصي قود. احنا شبيك شبيك مكشمش بلاي؟ صعبني نعمل يا نوري، مش نعيش عمري كامل عازم متعبني نضحك. نوري نوري بلاي لا ما سلفتش انا 500 دينار فهمت عليه باش تشري بهم قرد. هاني نقول لك انا يا اقوى عليك ربي، كيفاش عرفت باش نقول لك نسلفني؟ شنو كيفاش عرفت؟ انا ريحه التهنيد نشم على بعد كيلومتر. شوف انا مثلا الطفله اللي هناك كيفاش نعرفها؟ كان قالت لي جيعان ولا ما عندي الصول تصب لي 5000 نكلم بهم صاحبي، انا وقت نبعثها. ما فهمتش انا، ما فهمتش الناس هذوما اللي يشموا عليه ريحه الفرنك يهبط عليك الجرات. يا ما نوري هذا عم روحك من صاحبي. صاحبك جيت تلصق فيا؟ انا اصلا نفد منك ميزر مدك وبكي. يا ما نوري انا ميزر مدك وبكي وندخلهم الثلاثه الكل لك فرد مره في وجهي على خاطر اللي لقيتني صغير ويتيم وما عندي في الحي الا الحي. تهزي طبعا تهزي. 40 سنه وانا نحوم وحداني كتسفس ومستقبلي واقف على قر. تهزي راك حملت لي القلب نتاعي. تعرفني تعرفني راك عشير وما نسلمش فيك. من جد نوري باش تعاوني؟ لا تعرفش كيفاش؟ أي جيش أخلت عليها. تعاوني في تقشير هالطري في الثوم نحلك مشكلتك. طري في الثوم؟ يا نوري مش تنبيه الثوم هذا كل حتى شيء. ما تعرفني أنا ما نحبش نعاون لله في سبيل الله.